الله حافظ الله سبحانه وتعالى على مالنا، فماذا قال لكم؟ قال اصرفوه في حقه، ولا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وقال لكم من أين تكتسب الرزق؟ فقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال لكم من أردت أن تكسب مالا فعليك بالتجارة، فقال لك ألا إلا أن تكون تجارة أنت راض منكم. فقال لك أيضا وحدد لك نوع التجارة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال لك وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال لك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، بل جعل الله حدا لله، جعل الله حدا لمن يسرق المال. لماذا؟ ليحافظ على ماله. ألم يأمرك الله سبحانه وتعالى أن إذا تداينت أن تكتبه؟ لماذا؟ ليحافظ على مالك في الله. أما الشيوعية والعلمانية وغيرها من الحضارات التي نعيشها أخوتي في الله، لماذا؟ يأمرك أن تشرب خمر؟ يأمرك أن تدخن؟ يأمرك أن تزني؟ يأمرك ويأمرك ويقول لك هذه الحضارة وهذه قمة الإنسانية، بل هذا هو قمة الانحطاط أخي في الله. بل يأتي مرة أخرى الإسلام ويحافظ على النسل إن أرادوا الحفاظ على نسلهم. ألم يعتني الله سبحانه وتعالى بالأسرة؟ ألم يأمر بالزواج؟ ألم يأمر بالاعتناء بالأولاد؟ فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. ألم يعتني بكل ذلك أخي في الله؟ ألم يعتني الإسلام وحرم علينا الزنا؟ لماذا؟ ليحافظ على نسلنا ونسلهم، ليحافظ على آبائنا وآبائهم، ليكون جيلا صالحا، ليكون جيلا معروف أجداده لا كالأجيال التي نعيشها. ألم يحافظ ديننا على هذا النسل؟ فأخي في الله ناقش بكل صراحة وبكل رفعة، إن كانوا يحبوا دينهم فإسلامنا يحافظ على دينهم، وإن كانوا يحبون أنفسهم فإسلامنا يحفظ لهم أنفسهم، وإن كانوا يحبون مالهم فإسلامنا يحافظ على مالهم، وإن كانوا يحبون ما يحبون إخوتي في الله فديننا هو الذي يحافظ عليهم ويحافظ على كرامتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أخوتي في الله، والشعار الواحد الذي نراه دائما، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأين صلاتك لله؟ وأين حياتك لله؟ وأين منسكك لله أخي في الله؟ هو أنفسكم وأهليكم نارا. تحدثنا أحبتي في الله، لا أحد يفهم كيفما يريد، تحدثنا من باب محبة ومن باب ألم أخوتي في الله، من باب ألم سيجرحك في المستقبل، وإن جرحك فهو جرحنا أخوتي في الله. ناقشهم بكل صراحة، اعتمد على الله سبحانه وتعالى، لا تعتمد على العقل أخي في الله، لا تعتمد على العقل، الذي يحافظ على العقل هو الدين أخي في الله. اعتمد على الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في نقاشك. كم مرة كنت حريصا، كم مرة دعوت زوجك أو غيرها إلى دين الله، كم مرة أصررت في دعائك، كم مرة أخي في الله ناقشتها يوما بعد يوم بعد يوم بعد يوم. لو كان أمرا آخر لناقشتها مرارا وتكرارا، أما في دين الله أتستحي؟ لا أخوتي في الله، ديننا دين الحياة، خلق هذا الدين الحياة، لكن الحياة في موضعه في معصية، لكن نحن لا نسأل الله سبحانه وتعالى دعوناه، ندعوه في أحبة الله بكل شفافية وبكل حب وبكل ود، آمنين من الله سبحانه وتعالى أن يكونوا معنا في دربنا أخوتي في الله. أما الذي أريد أن أقوله مرة أخرى، وإن أسلم عندنا رجل
الطامة الكبرى أننا نشك فيه. سبحان الله، إما أسلمش لا يعجبنا، وإن أسلم طعن فيه. لله عليكم، أي عقل هذا؟ عقل بشر، هو عقل بشر، لكن اختار طريقا آخر. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. فربنا ربنا ربنا لا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا، ربنا ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. ربنا اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. ربنا إنا نسألك عملا صالحا خالصا لوجهك الكريم يقربنا إليك، ونعوذ بك من عمل يبعدنا عنك، ونعوذ بك من عمل يبعدنا عنك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ربنا ردنا إلى دينك ردا جميلا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. اللهم ربنا انا نسالك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا دامعا وعلما نافعا وجسدا على البلاء صابرا. ربنا كن مع اخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي افغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. سدد رميهم يا رب العالمين، وامكر معهم ولا تمكر عليهم، انصرهم ولا تنصر عليهم يا رب العالمين. امين امين اللهم امين. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وذلك يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم.